اسمح لي قبل ما نتكلم كوره بس اقول يعني لكل الاهلاويه، لانه النهارده في حفل تقديم لواحد من الاسماء الكبيره جدا والبارزه جدا في تاريخ النادي الاهلي، واحد من ابرز اسماء لجنه الحكماء الحاج تأثير الهواري، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. النهارده النادي في فرع التجمع بيقيم ليه حفل تقديم، ويمكن كابتن خطيب حتى كان يعني يمكن ظروفه اثناء رحله علاجه في باريس ما سمحتلوش انه يحضر للقاهره لتشييع الجنازه بتاعته، لكن او المشاركه يعني في تشييع جنازته، لكنه كان عنده اصرار كبير انه يقطع البرنامج التاهيلي بتاعه في دبي ويجي من دبي عشان يحضر حفل التقبيل النهارده لاسم طبعا الحاج تيسير الهواري. بالتاكيد طبعا يمكن تعاملت معاه او تواصلت معاه عن قرب، وبالتاكيد طبعا اسم كبير جدا وصاحب تاريخ كبير جدا داخل النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هذا الرجل من اللي بيعمله دايما في الظل حبا في النادي الاهلي، مش بالكلام ولكن بالفعل، ولا يظهر اطلاقا للشاشه ولا لاي موقف، من اكبر الناس اللي موجودين في لجنه الحكماء اللي دايما بتخطط للنادي الاهلي في القرارات المصيريه، بيدعم النادي الاهلي في كل المجالات سواء ماديه او ادبيه او استشارات او مواقف، ازاي بيقف ورا النادي الاهلي. واعتقد الاجيال كلها اللي موجوده يمكن ما تعرفش مين تيسير الهواري، لانه حقيقي في جنود مجهولين كده كابتن عادل، في هم دول صوابهم في ناس ما بتحبش تشتغل يعني عشان الشو او عشان اللقطه زي ما بيقولوا يعني. هذا الرجل بيشتغل بيترجم في حاجات كتير. هذا الرجل بيشتغل لوجه الله، يعني مش عايز لا حاجه في الدنيا ولا عايز مناصب ولا عايز حب في النادي الاهلي، ويتعامل في القصه ديت بتواضع رهيب جدا، بامكانيات عاليه جدا، ودعم كبير جدا، ولا حد يعلم عنه شيء. طبعا بعد وفاته الناس ابتدت تعرف الراجل ده يعني كان قد ايه، كان بيساند النادي الاهلي وقد ايه الراجل ده هنفتقده، ولكن ان شاء الله هو عند رب كريم طبعا ان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله. في مواقف شخصيه جمعتك بيها يا كابتن عادل؟ والله دايما في الاحتفالات، وكان دايما يسال دايما على اللاعبين ومين اللي صاعد ومين اللي شايف اللي ممكن هيبقى في مكانه معينه، وطبعا دايما باستمرار تحس ان قلبه مع كل فرقه من فرق النادي سواء كوره او في كل الالعاب، لكن يعني مش عايز اخوض في حديث معاه اكتر من كده، لان هو الراجل ده بصراحه ليه مواقف ربنا وحده اللي يعلمها. واحنا مش هنقول ايه المواقف ديت، لكن هو ثوابه ان شاء الله هياخده من ربنا ان شاء الله. عموما يعني مش بس لاسم الحاج تأثير الهواري، لكن عموما يعني الملف ده بالنسبه لادارات الاهلي المختلفه بتشوف انها بتتعامل فكره تكريم الرموز، وفكره يعني مش هقول رد الجميل، لانه في النهايه انا عارف انه كل حد من الناس اللي خدمت النادي الاهلي او اشتغلت عشان اسم النادي الاهلي كانت بتعمل ده بدافع الحب والانتماء اكتر منه بدافع الواجب. مظبوط؟ ما هو زي ما بيقول الكابتن الخطيب، هي العمليه عيله. ايوه. هل في العيله لما لا قدر الله بتفقد حد من اسرتك او من اسرتي، او يعني الوضع الطبيعي ان كل مجلس اداره وكل جيل بيجي بيسلم اللي قبليه، لان دي عيله، فالعيله صحيح. دي اي حد بيبقى بيصيبه فرح او بيصيبه اي حاجه او اي مكروه كل الناس بتقف معاه. على مدى الاجيال دايما الرساله بتوصل ان احنا دايما عيله، والعيله دي دايما اصولها وجذورها في الارض لسبع سما، ولله الحمد هتبقى الى مدى الدهر باذن الله تعالى. صحيح.